السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا طيبين وحياكم في قناتي مرة ثانية. أنا محمد. قبل ما أبدأ فيديو اليوم حاب أقول لكم كم حاجة كذا. أول شيء، هذا الفيديو من أصعب الفيديوهات اللي صورتها في قناتي، فإذا كنت مرتبك أو متوتر أو شيء زي كذا فاعذروني. ثاني شيء، ألف مليون شكر على دعمكم اللي ما وقف لحظة، تعليقاتكم، رسائلكم، وينك مختفي، اشتقنا لك، نبغى فيديوهات أكثر، ليش ما تنزل؟ كل هذه الأشياء ما كانت على الفاضي، كانت تأثر فيني وكانت تشجعني أني أرجع للقناة أكثر. فألف مليون شكر لكم صراحة، يعني لو أشكركم من هنا لبكرة ما يكفي، لأن اللي سويتوا لي مع أنه كان شيء بسيط وكان سؤال وكنتوا تسألون وتبغوني أنزل وتبغون تعرفون ليش يعني أنا مختفي وكل هذه الأشياء، إلا أنها كانت تأثر فيني بشكل مرة كبير. وأبغى أقول لكم زيادة، اللي يعرفني ويتابعني يعرف ما أتكلم عن حياتي الشخصية على اليوتيوب أو على السوشيال ميديا اللي إذا كان في شيء يخص البساس يعني، ولكن هذه المرة حبيت أني أتكلم معاكم بشكل أكبر شوي. صح أنه ما بيكون مرة شخصي، ولكن بتكلم عن أشياء ما توقعت أني بأذكرها صراحة، ولكن لأن لها دخل في الانقطاع ولها دخل ليش ما أنزل، ليش ما أصور فيديوهات، ليش أنا مختفي. فزي ما شفت العنوان هو يعني تلخيص بسيط عن القصة اللي بقول لكم اليوم، ولكن قبل ما أبدأ حاب أقول لكم اعذروني على التصوير، على الجودة، على شكلي، ولكن هذا الفيديو أجلته كثير، فكرت كثير كيف بصوره، إيش بقول، عدت كثير، ولكن استوعبت في لحظة من اللحظات أني لو أجلس أفكر في هذه الأشياء ما راح أصور الفيديو. في اليوم وبشكل مرة مفاجئ قررت أني أصور، حطيت الجوال، شغلت الإضاءة وجلست مكاني وصورت. فاعذروني على أي شيء ناقص أو على الجودة وعلى أشياء زي كذا. بتلاحظون أني مرتبك متوتر، وأكيد لأني اختفيت فترة طويلة، هذا سبب من الأسباب. والسبب الثاني أني بتكلم عن شيء يعني مريت فيه، ما أدري كيف تتقبلون الموضوع، ولكن حسيت أني أبغى أتكلم عن هذا الشيء قبل ما أبدأ وأدخل في الموضوع. يعني هذه ثاني مرة أقولها، ولكن أتمنى تضغطون زر اللايك وتعلقون تحت في الكومنت عشان نحاول نفعل القناة. زي ما تعرفون إذا الواحد اختفى يعني وجلس فترة ما ينزل على اليوتيوب القناة تنزل، فأكيد دعمكم والتعليقات اللي بشوفها منكم هي اللي بتشجعني أني أرجع أكثر وأكثر. إن شاء الله ما عاد بيكون في انقطاع بعد اليوم. حاب أعرفكم بنفسي للأشخاص اللي ما يعرفوني. أنا محمد، أحب البساس وأحب الحيوانات بشكل عام. أنا ماني دكتور بيطري ولاني خبير في العلاجات وفي الأشياء هذه، أنا شخص بس أحب البساس، ومن خلال هذه القناة أحاول أنقل لكم تجربتي مع البساس والأشياء اللي أجربها معاهم، الأشياء اللي تفيدهم، الأشياء اللي أنا ماشي فيها مع الحيوانات اللي معايا. فأتمنى أنكم تستمتعون معي، تستفيدون من الأشياء اللي أنزلها، وخلونا ندخل في فيديو اليوم بشكل سريع. الفترة اللي راحت كانت مرة فترة صعبة علي، وخصوصا بعد وفاة أمي الله يرحمها. طبعا مريت بمشاعر وبتجارب مهما فكرت بيني وبين نفسي أني ممكن أمر في هذه الأشياء ما يخطر على بالي أبدا. فالحمد لله على كل حال مريت بأشياء مرة كثير ما توقعت أني أمر فيها أبدا، وكانت وفاة أمي هي الصدمة الأكبر. طبعا أمي بالنسبة لي ما كانت بس أمي وخلاص، كانت كل شيء في حياتي، كان صديقتي وحبيبتي وأمي والداعم الأول والأخير لي في كل شيء. فكان صدمة وفاتها مرة كبيرة علي، لدرجة أني في الفترة اللي راحت ما كنت قادر أحزن، ما كنت قادر أبكي، ما كنت قادر أفرح، ما كنت قادر أطنش، كنت داخل في دوامة غريبة من مشاعر ما عمري مريت فيها ولا مريت في شيء يشبهها، مع أني مريت بأشياء مرة صعبة. وفي أشياء مريت فيها الناس اللي حولي إذا عرفوا كانوا ينصدمون إني كيف يعني ما تأثرت أو باقي عايش، ولكن كانت وفاة أمي أصعب وأكبر حدث صار معي. لو تلاحظون بعد وفاة أمي كنت أرجع اليوتيوب فترة وأنقطع، أنزل فيديو وأختفي شهر شهرين، أنزل فيديو وأختفي شهر شهرين، بس لأني ما كنت بطلع لكم صورة مي كويسة أو أنقل لكم مشاعر مي كويسة، فكنت أفضل إني أطلع في وقت أكون فيه يعني كويس ومستعد اني اصور عشان ما احسسكم باشياء مي حلوة. ولكن دخلت في شيء ما ادري شو اسميه حتى، ولكن اعرف اني قلت ولكن كثير، بس لاني ابغى ارتب كلامي وابغى اقول شيء يفيدكم او اقل شيء افسر لكم اللي صار. صارت اشياء كثيرة ورا بعض، وصلت لمرحلة اني كنت كل يوم اقرر اني اروح انام وما أصحى مرة ثانية، كيف ما أدري، بس كنت دائما أدخل للفراش وأفكر إني ما عاد بصحى من الفراش، بأجلس في الفراش هذا لين أموت، ما بأكل، ما بشرب، ما بسوي شيء، وكان الشعور مرة قوي، وكل يوم كنت أقرر نفس القرار. طبعا في هذه الفترة أهملت كل شيء، أهملت كل شيء تتخيلونه، حتى البساس أهملتها،
يعني كان أكثر شيء أسوي أني أعطيها أكل وأنظف التراب وبس، ما كنت مهتم فيهم، ما أدري من ولدت من حملت من في البيت من برا، ما كنت مهتم أبداً أبداً. كيف ساعدتني البساس؟ كل يوم كنت أنام وأنا مقرر أني ما أصحى اليوم الثاني، كان يجي اليوم الثاني وأسمع البساس تصيح تبغى أكل، كان مشمش يدخل عندي الغرفة يحاول يحضني. طبعاً لما أقول يحاول يحضني كان يحضني حرفياً، إن شاء الله بصور لكم كيف يعني يحضني ويقرب مني، بس كان حقيقي يحاول يواسيني قد ما يقدر، لدرجة أني إذا ما استجبت معاه كان يمخشني كان يضربني عشان أتنرفز وأقوم. كنت وأنا نايم أفكر أقول يعني مساكين ما عندهم أكل، لازم أقوم أعطيهم أكل، بقوم أعطيهم أكل وأرجع أموت يعني. كنت أصحى أعطيهم أكل، بمجرد أني ما أقوم وأعطيهم الأكل كان يرجع يومي طبيعي، كنت أقوم أتروش أرجع أصلي أكل أتحرك وينتهي اليوم بشكل مرة طبيعي. يجي الليل مرة ثانية أقرر نفس القرار، ويجي اليوم الثاني أسمع البساسة تصيح تحتاج أكل، يجي مشمش يضايقني فأضطر أقوم، أول ما أقوم ترجع حياتي بشكل طبيعي. عشت على هذا الوضع فترة مرة طويلة، سنة أو ممكن أكثر من سنة. كانت تجيني لحظات أكون فيها كويس، فكنت أستغل الفرصة وإني أصور فيديو وأنزل لكم، كنت زي ما تشوفون أنزل وأرجع أختفي. كانت الفترة ذيك مرة صعبة، اللهم لك الحمد ما كان في شيء مادي أو شيء يعني مرض أو شيء زي كذا، اللهم لك الحمد، ولكن كانت المشاعر مرة صعبة، ما كنت قادر أعبر عن داخلي يعني، حتى البكاء ما كنت قادر أبكي، كان كل تفكيري إني أبغى كل شيء ينتهي بس يعني أبغى أروح أنام وما أصحى بعد كذا. ولكن سبحان الله ربي ما يزرع فينا شيء من فراغ، أنا من يوم عرفت نفسي ومن يوم خلقت في هذه الدنيا وأنا أحب الحيوانات بشكل عام، أحب البساس، أحب العصافير، أحب السمك، أي شيء يعني أي حيوان كنت أحبه. جربت كل شيء في الفترة اللي راحت، رحت عند دكاترة نفسيين، جربت أسوي كل شيء أسمعه، أطبق كل الأشياء اللي أبحث عنها وأقرأ عنها، ولكن للأسف ما كان في أي فائدة، وخصوصا من ناحية الدكاترة النفسيين يعني كانت تجربتي مرة سيئة. كنت كل ما أروح عند دكتور أول ما أدخل إيش تحس فيه، أقول له اللي أحس فيه يوصف لي كم دواء، دواء اكتئاب، دواء نوم، دواء قلق. طبعا أنا ما أخذت ولا دواء لأني يعني أنا كمحمد من مقتنع بالأدوية أبدا، ومقتنع أن الواحد إذا يتغير وعنده مشكلة هي بينه وبين نفسه. كنت أحتاج أحد أتكلم معه ممكن يفهمني الأشياء من وجهة نظر ثانية، يدلني على كيف أتصرف مع المشاعر اللي أحسها، ما كنت أحتاج أحد يعطيني أدوية أبدا. بعد ما جربت كل شيء يئست ودخلت في الدوامة أكثر، أني خلاص كان القرار كل ما لا يقوى أني أبغى أروح أنام وما أصحى، وكل يوم كان يجي نفس الشيء أني أصحى عشان أعطي البساس أكل، لأني أقول حرام ما لها ذنب تموت وأتحمل ذنبها زيادة ماني ناقص، فكنت أصحى أعطيها أكل وأرجع لحياتي الطبيعية. مر كم شهر ورا شهر ورا شهر إلين سبحان الله بديت أرجع لحياتي الطبيعية بشكل غير واعي يعني، بديت أهتم بالبساس، بديت أشوف إيش فيهم، من اللي موجود من اللي اختفى من اللي حي من اللي مات، لأني صراحة في ذيك الفترة ما كنت حاسب نفسي، ما كنت حاسب الأيام، كان يمر الشهر كأنه أسبوع يعني، ما كنت أستوعب إنه مر شهر أبدا. فجلست مع نفسي قاعد أفكر إيش لازم أسوي، أنا جربت كل الأشياء اللي أسمع عنها واللي أعرفها وما فادت. فجأة حسيت إني أبغى أربي سمك، ليش ما أدري، جبت سمك وبدأت أربيه، وفجأة غصت في العالم حق السمك، صرت أكاثر الأسماك، صار عندي أسماك كثير مرة لدرجة ما عندي مكان أحطها فيه، أنتجت أنواع كثير، تعلمت عن أنواع كثير كيف أحتني فيها، كيف أخليها تتكاثر، بديت أرجع للبساس وبديت أحبهم، جبت حيوانات ثانية. فجتني لحظة استوعبت أن ربي زرع فيني الحب لهذه الأشياء، لأني في الفترات الصعبة ما في أي شيء في الدنيا بيحرك مشاعري غير أني أبغى أكلها ولا خايف عليها ولا شيء زي كذا. فكانت البداية مرة صعبة، أول أيام كانت مرة صعبة علي، كنت دائما أفكر أن إيش لازم أسوي، كيف لازم أرجع لحياتي الطبيعية، كيف لازم أرجع أصور اليوتيوب،
كل هذه الأشياء كانت تدور في بالي وما كنت قادر أسوي شيء، كنت أفكر بس. إلين جت لحظة من اللحظات استوعبت أني رجعت لحياتي الطبيعية، بديت أتحرك، بديت ألبس، بديت أقوم عادي، أنام عادي بدون ما أفكر. وكان اللي يخليني أصحى من الفراش هي البساس، كان اللي يخليني أصحى من الفراش أن السمك ما عنده أكل لازم أكله. فكان لها دور مرة كبير أني أرجع لحياتي الطبيعية، أني أقدر أوقف مرة ثانية، أني أتقبل كل شيء صار وترجع مشاعري تستقر. تجربة تربية السمك كانت تجربة مرة حلوة، سحبت من قلبي ومن روحي كل الطاقة السلبية اللي كنت أحس فيها. كنت أجلس بالأيام، يعني مثلا إذا السمك ولد أو جاب بيض، لأن في أسماك تولد وفي أسماك تبيض، كنت أتحمس وكان يرجع لي الشعور أني عايش وأني مبسوط وأني أبغى أشوف إيش بيصير، أبغى يعني تتكاثر، أبغى أشوف الأشكال اللي بتجي. فكانت تجربة مرة صعبة علي، وفي نفس الوقت اكتشفت أن حبي لهذه الأشياء ما كان من فراغ. اللي يعرف أني أنا طول حياتي كنت يعني أواجه انتقادات لأني أحب الحيوانات من جميع الناس، إن كانوا قريبين أو ناس يعني أتعرف عليهم جديد، كان الكل يعني يحط تعليق في أغلب الأحيان يكون سلبي. ولكن بيني وبين نفسي كنت أسأل نفسي ليش أنا أحب هذه الأشياء، ما ألاقي جواب، ولكن كنت أحبها مرة مرة، لين اكتشفت وتأكدت أنها جزء من شخصيتي، يعني أنها مو شيء أنا أحبه بس كهواية، لا، هي الشيء الوحيد اللي ممكن يحركني، هي الشيء الوحيد اللي ممكن يخليني أكتشف أشياء جديدة، يخليني أوقف لو طحت، لو مريت بظروف صعبة كان اللي يخرجني من هذه الظروف هي الحيوانات وحبي لها، وإني كانت تسحبني من أي شيء كان مو كويس في حياتي. فكان البساس لها دور مرة مرة كبير، وخصوصا مشمش، يعني بصراحة يعني مشمش كان له دور عملاق في الفترة اللي راحت. كان أي لحظة أكون فيها مضايق أو زعلان يجي على طول يحضني، يبدأ يتمسك فيني، يحاول يضايقني، يحاول يخليني أتحرك، فكان يأثر فيني وكنت أتأثر بدون ما أحس. بعد ما طلعت من الفترة الصعبة هذه بديت أستوعب أن حبي لهم له دور في حياتي. يعني عارف أني ما تكلمت بشكل مرة عميق، بس في أشياء كثير يعني ما تخصني لوحدي، تخص ناس ثانيين، ما أبغى أتطرق لها لأن ما أدري مسموح لي أتكلم فيها أو لا. كانت هذه الأيام اللي عشتها من أصعب أيام حياتي، كانت هي سبب انقطاعي واختفائي، لأني ما كنت أبغى أنزل وأتكلم وأبين لكم شكلي بشكل مو كويس، أو أني أحسسكم أني في فترة ماني كويس فيها، كنت أختفي أحسن. وبس رجعت لكم الحين مرة ثانية. الفيديو الجاي واللي بعده بقول لكم قصص عن مشمش والملكة، وبتعرفون لأي درجة مشاعرنا إحنا تأثر على حيواناتنا اللي في البيت بشكل ما تتخيلونه. أنا ما كنت أتخيل إن البساس ممكن تتأذى لأن بس إحنا مضايقين. بقول لكم قصة مشمش بعد وفاة أمي، كيف مرة تأثر، كيف مرة كان حزين، إيش الأشياء اللي صارت. بقول لكم إيش صار مع الملكة. طبعاً الفترة هذه اللي كنت تعبان فيها وبديت أرجع للحياة وبديت يعني تمشي أموري وبديت يعني خلاص أتقبل كل شيء صار، جتني فترة حسيت أني خلاص ما أبغى البساس. ولكن سبحان الله صار موقف مع الملكة أكد لي أني أحبهم فوق ما أنا أتخيل، وخصوصا الملكة، أني أنا أعرف أني أحبها وأعزها وهي بستي المفضلة، ولكن هذاك الموقف خلاني أتأكد أنها أكبر من كذا بكثير. فالفيديو اللي بعده بيكون قصة مشمش، والفيديو اللي بعده بيكون قصة الملكة وإيش صار معاها. طبعا حاب أني أرجع لليوتيوب وأقولكم كل الأشياء اللي صارت الفترة اللي راحت، عشان إذا رجعنا نصور مع البساس وكذا تكون عارفين ليش هذه البسة مي موجودة، إيش صار مع هذه البسة، ونرجع يعني بالتدريج. وكمان عشان ما أضغط نفسي، أنا ما أبغى أصور فيديوهات صعبة وفيها معلومات وفيها يعني أني أعالج بسة وأشياء زي كذا، بحاب أني أرجع شوي شوية. هذا كان فيديو اليوم، أتمنى أن يكون فيديو بسيط وخفيف، شاركتكم فيه جزء بسيط من الأيام اللي راحت وليش أنا اختفيت والفترة اللي مريت فيها. في نهاية هذا الفيديو حاب أقول لكم للمرة المليون ألف شكر على دعمكم، أتمنى تضغطون زر اللايك، أتمنى تشاركوني تعليقاتكم في الكومنتات عشان ترجع القناة تتفعل،
وإن شاء الله الفيديو الجاي بينزل لكم بإذن الله بعد بكرة. وطبعا على حسب تفاعلكم، لو شفتكم حبيتوا الفيديوهات هذه وحبيني أكمل وأقول لكم إيش صار أكيد بأرجع وبنزل على طول ما بتأخر. فهذه كانت هذا الفيديو. حاب أقول لكم قبل ما أقفل، إذا أنتوا تحبون شيء لا تخلون أحد يأثر عليكم، لا تخلون أحد ينتقدكم أو يقول لكم ليش. دام هذا الشيء فيكم وتحسون أنكم تحبونه بدون سبب، هواية، شغل، شيء تحبون تساوونه، استمروا فيه، حبوه من كل قلبكم. أي أحد ممكن يأثر عليكم طلعوه برا حياتكم بشكل نهائي. في أشياء تكون جزء منا وفي أشياء بتساعدنا في وقت ما حتى لو ما كنا مدركين لهذا الشيء. وحقيقي بعد الله سبحانه وتعالى، لو البساس والحيوانات ما كانت في حياتي في هذه الفترة، أكيد أكيد أني كنت بأسوي شيء ثاني، أكيد ما بكون موجود الحين، أكيد كنت بأدخل في مراحل من الحزن والألم أكثر بكثير. ولكن وجودها وإني كنت مهتم لها أنها ما تموت ولازم أأكلها، مع أنها كانت ثقيلة على نفسي في هذه اللحظة، ولكن كنت أجبر نفسي. هذا الشيء الوحيد اللي ساعدني وطلعني. المعلوماتكم، ما كان في أحد جنبي يداريني أو يكلمني أو يكون معايا أو يأخذ بإيدي أو شيء زي كذا. كانت السبب الرئيسي والوحيد اللي كان يخليني أقوم كل يوم. فالحمد لله أنها كانت موجودة في حياتي، الحمد لله أني أحبها لهذه الدرجة، لأن في هذه المرحلة ما كان في شيء في الدنيا كلها بيحرك مشاعري غير الأشياء هذه. في الفترة ذيك لو صار إيش ما صار ما كان عندي أي شعور ناحية. لو يقولوا لي البيت أحترق، لو يقولوا لي صارت مصيبة، ما كنت أحس نهائيا، كنت في مرحلة الصفر، كنت في فراغ، كانت الدنيا سودة في عيني، ما كان في أي شيء ممكن يحركني غير الحيوانات. وإني بديت أربي السمك عشان أشغل نفسي، عشان ما أفكر، عشان وسبحان الله مشت الدنيا ورجعت مثل أول وأحسن، رجع كل شيء زي ما كان. أكيد تمر لحظات صعبة، ولكن صارت طبيعية، ما صارت شيء يأثر فيني يخليني ما أتحرك، يخليني حزين، يخليني مكتئب أبدا. فالحمد لله دائما وأبدا على كل حال. ووصلت نهاية الفيديو، لا تنسوني من دعمكم واللايكات، وشكرا للمرة الألف مليون على دعمكم اللي ما يوقف، شكرا لكم. أشوفكم الفيديو الجاي، وانتظروا قصة مشمش، لأنها قصة بتعلمكم البساس والحيوانات بشكل عام لأي درجة يحسون ولأي درجة يتأثرون. وانتظروا بعدها قصة الملكة، لأن الملكة كانت قصتها أقوى ما تخيلت. أشوفكم إن شاء الله فيديو جاي، والسلام عليكم ورحمة الله.